افتتحت اليوم بمكناس فعالية المناظرة العاشرة للفلاحة تحت شعار الشباب المحرك والمستفيد الرئيسي من التنمية الفلاحية من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية الفلاحية. حضرات السيدات والسادة، على الرغم من البداية الصعبة التي عرفها الموسم وبعد الاستدراك الجيد، سوف نصل بحول الله إلى إنتاج الحبوب بالنسبة للموسم الحالي إلى ما يقدر ب 98 مليون قنطار فاصلة جوج. أما بالنسبة للسلاسل الإنتاجية الأخرى مقارنة مع معدل الثلاث سنوات الأخيرة، تمت زيادة 37% في إنتاج الحوامض و 38% في إنتاج الزيوت و 40% في إنتاج الفواكه الحمراء. Dont représente la croissance populationnelle la plus rapide du monde, environ 3% par an. Et cela s'accompagne d'une grande plus-value dans l'alimentation de ces frais, un marché grandissant pour la production alimentaire. Cependant, ce gène représente malheureusement 60% des chômeurs d'Afrique. المناظرة عرفت مشاركة متدخلين رفيع المستوى لمناقشة رهان اتفاق فلاحي جديد لشباب العالم القروي، وكذا منح خبرتهم في القطاعات الفلاحية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.